افتتحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمر دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في حضور الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة وعدد من الأطباء المسؤولين عن المراكز والعاملين بها. أول حالة تشخصت في مصر كانت في المعامل المركزية، استجابت للزيادات اللي حصلت وطورت بسرعة أدائها في كوفيد 19، توسعت خلال شهر 4 وبقت عندها 27 فرع، ثم دلوقتي توسعت لأكثر من 60 فرع في كل أنحاء الجمهورية. اعتمدت كأول معمل مرجعي في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وأفريقيا في الفيروسات كوفيد 19، وبالتالي المعمل المركزية يعني بتستوعب كمان كل تكنولوجيا مستجدة في تشخيص الكورونا، سواء كان بالأجسام المضادة أو بالأنتجين. كل أنواع الكيتس الجديدة بتستوعبها المعامل المركزية وبتستخدمها. هي المعمل اللي بيتعمل فيه تقييم لأي أنواع من الكيتس اللي بتخش مصر لتشخيص الكوفيد 19 أو أي نوع من الأمراض. تضمن المؤتمر فعاليات الدورة الثانية من ورش العمل التي تنظمها المعامل المركزية بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تقام في شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع عدد من دول العالم. التطوير اللي احنا دخلنا في العمل يعني قرب 60 معمل في محافظات مصر كلها، عشان ما يبقاش موجود بس في المعامل المركزية في القاهرة، لا، الناس كلها تقدر في أي مكان في أي محافظة في مصر تقدر تروح تعمل التحليل. حاجة تانية، لما ابتدى السفر يفتح برضو شغلنا 27 معمل من 60 معمل اللي عندنا يشتغلوا شهادات للسفر. كل ده مربوط بالمعامل المركزية في القاهرة عشان يبقى فيه متابعة، فيه حوكمة، مفيش حد يقدر يلعب في أي نتائج. ده سهل على الناس، دي من أكتر الحاجات اللي سهلت على الناس عشان ميبقاش فيه تكدس. بالنسبة لبقية المعامل كلها ماشية في اعتمادات جديدة، يعني كلها بتصب في مصلحة المواطن. كما تضمنت ورش العمل تدريب الفرق الطبية من كافة محافظات الجمهورية ومحاضرات عن الأبحاث المحدثة لفيروس كورونا المستجد وأهم الأجهزة والتشخيصات. فريد إدوار، سي تي في.